كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجن؟ تعلمون عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل جلاله للثقلين، للإنس والجن. قال رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال جل جلاله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على من كان قبلي من الأنبياء بست، وذكر منها: وكان النبي يرسل في قومه خاصة، وبعثني الله للناس كافة، وفي رواية: وبعثني الله للناس عامة. النبي محمد رحمة الله للعالمين، للإنس والجن والطير والدواب والبحر وما فيه وما على الأرض وما فوق الأرض، لكن الله جل جلاله لم يكلف إلا أمة الإنس وأمة الجن. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية، وهو صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء صلى الله عليه وسلم. الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا لأمة الإنس ولأمة الجن، وقد استجاب كثير من الجن لدعوته صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام. وعندنا في القرآن سورة كاملة اسمها سورة الجن، قال الله عز وجل فيها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الله الله على جمال القرآن، شهد له بالعجب حتى الجن، حتى العفاريت دهشوا من جلاله ومن جماله ومن بلاغته ومن روعته ومن بيانه. القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لرأيناه خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن الذي شهد له الأعداء قبل الأصدقاء. الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن وعاد إلى قومه وسألوه: ما رأيك فيما سمعته من محمد؟ قال: والله لقد سمعت منه كلاما إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. الجن هنا شهدوا بالعجب للقرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال عز من قائل حكاية عن الجن في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. آمنوا في التو واللحظة بمجرد سماع القرآن ثم تحولوا إلى دعاء وهدى. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لماذا لم يقولوا أنزل من بعد عيسى؟ وعيسى عليه السلام بعد موسى وقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا قالوا أنزل من بعد موسى؟ ذلك لأن شريعة عيسى عليه السلام مكملة لشريعة موسى عليه السلام. الإنجيل مكمل للتوراة.
أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.